تتوقف الحركة بشكل جزئي في مارب مع دخول المدينة وقت حظر تجوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا. جميع المواطنين السادسة صباحا. الدوريات الأمنية وعبر مكبرات الصوت تجوب شوارع المدينة لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات والبقاء في منازلهم إضافة إلى نشر قوات أمنية من تشكيلات عدة تراقب سريان الحظر وتعمل على تنفيذه بمنع التنقل والحركة باستثناء الطواقم الطبية والإعلامية المواطنين لازم لهم أن يتوعوا ويلتزموا بالحجر الصحي هو لهم أن الحجر الصحي فائدة لهم لصحتهم والأمن والسلطة المحلية تفعل لصحة المواطن لأجل أيش لا يتسبب انتشار الوباء خطوات اضافيه واجراءات احترازيه جديده اعلنتها لجنه الطوارئ بماربه في محاوله لاحتواء الوباء ومجابهه انتشاره حيث اغلقت مداخل المحافظه امام القادمين من صنعاء وعدن وخصصت اماكن جديده للحجر ومستشفى خاص بالحالات المشتبهه فيما يجري العمل على توفير جهاز الفحص الخاص بفيروس كورونا هذه التحركات الأخيرة التي تبدو جدية ورشيطة لاقت ترحيبا واستجابة من المواطنين التزاما بقرار حظر التجوال بصراحة أن هناك تفاعل كبير يعني من قبل المواطنين باتجاه يعني حول دعوة الدولة لهذا الأمر وبرضا وقناعة لأن عند حضور الدولة وعندما تكون الدولة حريصة على المواطن تجد الاستجابة عن رضا وقناعة بشكل يعني بصراحة أننا نعتز لوجود يعني الأجهزة الأمنية ولقيامها بدورها في هذه المحافظة وحرصها وعملها يعني الدؤوب والمتواصل من أجل أمن وحماية المواطن في هذه المحافظة بصراحة يعني نلمس وجود دولة تقوم بمسؤوليتها على أكمل وجه وبالنظر إلى ما تقوم به السلطات المحلية من احترازات ومنع للقادمين من المناطق الموبوءة، بعد تبين أن حالتي الإصابة اللتين سجلتهما مأرب وفدت من صنعاء وعدن، وكثرة تواجد المهاجرين من القرن الأفريقي، يتضح أن هناك تحديات وصعوبات تواجه السلطات كون المحافظة ذات إمكانات وبنية صحية متواضعة وقلة في الكوادر الطبية، ما يجعل السلطات أمام تحد يأمل الناس هنا. هكذا تبدو شوارع المدينه في الايام الاولي من الحظر الجزئي غير ان الاختبار الحقيقي لنجاح المهمه او فشلها تحدده الايام المقبله التي يتوقع ان تصل فيها الحركه بالمدينه ذروتها خليل الطويل قناه بلقيس مارب